اليوم العالمي للتسامح هو يوم بيحصل في شهر نوفمبر كل سنة، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. نزلنا نشوف رأي المواطنين في اليوم العالمي للتسامح، وبيطلبوا من مين إن هم يسامحوهم، وهيسامحوا مين. يلا مين. بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، في عندنا تسامح زي زمان؟ في ناس كتير عندها تسامح، وفي ناس بتسامح على كل حاجة، وفي ناس طيبة كتير على فكرة. تقولي لمين أنا بعتذر لك وسامحني؟ بقول له كل اللي زعل مني في كلمة سامحوني، ما اقصدهاش، ما بحبش حد يزعل مني أبدا. طب أنا عايزاكي تطلعي تليفونك دلوقتي تكلمي حد هو زعلك أو أنت زعلتي، وتقولي له إحنا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح إحنا لازم نسامح بعض. هاي سامي، انت امي واختي وحبيبتي عارفه الكبيره بتاعتنا، يعني انا عارفه منك انت مش زعلانه يا محمد. لا انا مش زعلانه. لا والله انت عارفه. لا حبيبي انا مش زعلانه، هو اهو بقى القناه دريم هي اللي خلتنا نسامح بعض. اقول لوالدتي. طب كلمها. سامحيني يا امي، لو كنت قصرت معاكي يوم سامحيني، وانا بتمنى من ربنا انك انت تكوني راضيه عليا. اقول لصاحبي انا مسامح. مين صاحبك؟ احمد ايمن. طب انداله وقول له انا مسامحك. ودي احمد ايمن تعال. مسامح. انا مش مسامح. اللي بيعمله فيا. هو مش مسامحك. لا دي حاجه من ورا قلبه على فكره، من ورا قلبه. تاني من قلبي. لا لا خلاص من قلبي. الظروف العامة والضغوط النفسية والضغوط الاقتصادية وضغوط الحياة خلت الناس لا في تسامح ولا في حب ولا في وفاء ولا في أي حاجة. هو طبعا نظرة تشاؤم، بس طبعا في نسبة، لأن أي قاعدة ولها شواذ. بقول لكل شخص زعل مني في يوم من الأيام أو موقف مثلا رخم حصل مني، أنا آسف وحقك عليا بسبب يوم جميل زي ده، يوم عيد زي ده. بسامح كل الناس، يعني مش شرط، انا عمري ما غضبت من حد، وان انا بدات ان انا اقسى عليه، وان انا بسامح كل الناس، يعني ديننا علمنا كده. انا بقول للجميع انا مسامحاك، اللي بيعمل فيا حاجه بقول له الله يسامحك. وانا جوزي لما كان بيزعلني كنت بسامحه على طول في ثانيه، ما اقدرش على زعل. شكرا طبعا لزميلتي جاكلين ماهر على التقرير الجميل ده. وزي كده ما شفنا الناس عندها استعداد ان هي يعني تغفر وتسامح، ويعني ان هم ما يبقاش في بينهم من بعض ضغائن او ما يبقوش زعلانين من بعض. بس في اوقات ناس تقولك لا انا ما اقدرش، او الزعل بيكون على قد معزه الشخص ده. هنعرف النهارده في شهر التسامح ايه، يعني معنى التسامح ايه، وامتى اقدر ان انا اسامح على الموقف، وامتى اعاتب، وامتى ما اعاتبش، وامتى اسكت خالص. مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور عمرو يسري استشاري الطب.